ومع المزيد من الإنجازات الكويتية المشرفة بسواعد أبناء الكويت وبناتها المميزين، فقد تداولت الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي إنجاز جديد لثلاث مهندسات كويتيات مبدعات، هن مريم خواجة ودانا عباس ومروى أشكلاني، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمر العالمي الثامن للهندسة الصناعية وإدارة العمليات، والذي أقيم في مدينة باندونغ الأندونيسية، وذلك بعد عرض لمشروع حول تطوير منظومة دعم اتخاذ القرار في اختيار الجامعة. المؤتمر شهد مشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والاختصاصيين من مختلف دول العالم، وذلك بهدف توفير منصة للمشاركة ولتبادل الأفكار والبحث في مستجدات التطورات العلمية، إضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون وبذل الجهود فيما بينهم.